قناة إخبارية في الجزائر، أحييكم مشاهدين، أهلا بكم إلى أخبارنا المحلية. نستهلها من ولاية بشار، حيث دق سكان حي الحداب ناقوس الخطر البيئي والصحي الذي بات يهدد حياتهم وحياة أطفالهم جراء تخوفهم من استمرار انتشار داء الليشمانيا الذي طال عددا من أبنائهم. تفاصيل أكثر مع نور الدين معزلي وأمينة بن دحمان. بحي الحدب أحد أحياء منطقة الدبدابة بولاية بشار، دق السكان ناقوس الخطر البيئي والصحي الذي بات يهدد حياتهم وحياة أطفالهم جراء تخوفهم من استمرار انتشار داء الليشمانيا الذي طال عددا من أطفالهم جراء التسرب الذي لا زال قائما بالقناة الرئيسية منذ أكثر من شهرين. هذا الماء هذا راه مطرطة قعدنا في شهرين، وهذا الماء حلو وراها كاع الناس تشرب منه، وراه داير لنا كارثه هنا. البزوزه هم دخلوا على جال ثلاثه نتاع البزوزه دخلوا على جال السبيطار، ما فهمناش حاجه اللي هي او ناموس او حاجه واحده اخرى. المهم منه هو راهم صارت لنا المشكله هذه. ناموس هذا راه داير فينا حاله وراه ضر لينا البزوز. انا راه عندي بنت عندها 18 عام وراه داير فيها حاله، وكي مشيت لا بريفونس قال لك صاي دوك رسلكوا البلديه تجي دير لكم الدواء، راه حنا فات السيمانه تسناو هذه البلديه. من جهته مدير مؤسسة الجزائرية للمياه أكد بأنه أعطى تعليمات صارمة لإصلاح العطب وأن مؤسسته وضعت رقما أخضر لسكان المنطقة. أنا كلفت رئيس المركز وإن راح حول الفرقة والتي هي في عين المكان وسوف تنتهي واسمها أشغال التصليح خلال هذا اليوم، رايحين نديروا الشبكة الجديدة حيز التنفيذ والتي من خلالها نقضي نهائيا واسمع على التسربات. رانا في مرحلة تاع التجربة واسمها هذه الشبكة ورفع جميع واسمها النقائص. وضعية مزرية جعلت الكثير من سكان الحي يتساءلون عن غياب المصالح المكلفة بالمتابعة التقنية لتلك المشاريع التي باتت تفتقر للمقاييس المدونة في دفاتر الشروط.